بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 20 من الشهر الثالث من عام 46 و400 ألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أزكى صلاة وأعذب تحية، نلتقي لنستأنف الدروس العلمية ضمن البرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين، الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن غضب الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب، وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فليسوا مؤمنين ظاهراً وباطناً، لأن باطنهم مع الكفار، ولا مع الكفار ظاهراً وباطناً، لأن ظاهرهم مع المؤمنين. وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به، والحال أنهم يحلفون على ضده الذي هو الكذب، فيحلفون أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم ليسوا مؤمنين. فجزاء هؤلاء الخونة الفجر الكذبة أن الله أعد لهم عذابا شديدا لا يقادر قدره ولا يعلم وصفه، إنهم ساء ما كانوا يعملون، حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم العقوبة واللعنة. اتخذوا أيمانهم جنة، أي ترسا ووقاية يتقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين، فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، وهي الصراط الذي من سلكه أفضى به إلى جنات النعيم، ومن صد عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم. فلهم عذاب مهين، حيث استكبروا عن الإيمان بالله والانقياد لآياته، أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يفتر عنهم ساعة ولا هم ينظرون. بارك الله فيك. هذه الآيات هي الآيات 14 و15 و16 من سورة المجادلة. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ لاحظوا، الآيات التي قبلها كانت في سياق المؤمنين، والناس في العقيدة ثلاثة أصناف: مسلمون، مؤمنون، موحدون. الصنف الثاني كفار، مشركون،
ويلحق بهم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الصنف الثالث المنافقون. إذن الصنف الأول يظهر الإسلام ويبطنه، الثاني يظهر الكفر ويبطنه، الثالث هم المنافقون يظهرون الإسلام لكنهم يبطنون الكفر والعياذ بالله. فلما كانت الآيات السابقة في حال المؤمنين وأمرهم بالتفسح في المجالس والحث على العلم والطريقة الصحيحة في المناجاة، ناسب أن يذكر قوما مخالفين للمؤمنين وهم بين ظهرانيهم وهم المنافقون. فانتقل السياق من الحديث عن المؤمنين إلى الحديث عن المنافقين تحذيرا من صفاتهم ومن أفعالهم، وحتى لا يغتر المسلمون بهم وإن أظهروا الإسلام. فالنفاق أمره عظيم وخطير، وقد رتب الله عليه أن المنافق في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ليسوا في النار فقط، وإنما في قعرها ودركها نكالا بهم. والنفاق هو على نوعين. النوع الأول النفاق الاعتقادي، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعداء للمسلمين. والنوع الثاني النفاق العملي، وهو الذي يقع في السلوك والأفعال والتصرفات، كالكذب في الحديث، وكإخلاف الوعد، وكنقض العهد، ونحو ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما ذكر في الكتاب والسنة من صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا نفاق عملي ولا اعتقادي؟ عملي، لأن الإنسان وهو مسلم قد يقع فيه. كم من المسلمين من يكذبون، ومن يخلفون الوعود، ومن ينقضون العهود. فهذا لا يؤثر في حقيقة إيمانهم، لكنه ينقص إيمانهم. أما الأول فهو مناقض للإيمان، لأنه والعياذ بالله إبطان للكفر وعداوة للمسلمين. فليحذر المسلم من سلوك طريق المنافقين. إذن هذا مقصد الآيات وهدايتها التحذير من سلوك طريق المنافقين في موالاة أعداء الإسلام على المسلمين. هم لم يكتفوا بمودتهم أو بمحبتهم، وإنما ظاهروهم على الإضرار بالمسلمين، وهذا هو النوع الأشنع والأنكى. وعقيدة الولاء والبراء من عقيدة المسلم التي يجب أن يعتقدها، ولكن مفهومها يقتضي الود والحب والمناصرة لأعداء الإسلام على المسلمين، بمعنى أن يكون لهم ود قلبي. الود القلبي هو الولاء والعياذ بالله لأعداء الإسلام، فيجعله ذلك يتشبه بهم ويثني عليهم ويناصرهم، ولو خذل المسلمين وسعى في إضعافهم.
هل التعامل، مجرد التعامل مع غير المسلمين يدخل في باب الولاء والبراء؟ الصحيح أنه لا يدخل. المعاملات، التجارة، الرهن، البيع، الشراء، العلاقات الدولية التي يحتاجها المسلمون، فهذه لا تدخل، لأنها ليست حبا وودا قلبيا، لكم دينكم ولي دين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله كان يتعامل مع غير المسلمين، توضأ من مزادة مشركة، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأحسن إلى جاره اليهودي، وتعامل مع غير المسلمين التعامل المادي الظاهر، مع أن القلب يستنكر أفعالهم. كيف يوالي المسلم من يقول عزير ابن الله، أو إن الله ثالث ثلاثة، أو المسيح ابن الله؟ هذا كفر والعياذ بالله. فالمسلم الحق لا يوالي بمعنى يحب ويواد ويناصر ضد المسلمين، أما مجرد التعامل فلا يؤثر. هذا هو الضابط في التعامل مع غير المسلمين وفي باب الولاء والبراء، والله تعالى أعلم. إذن نزلت هذه الآيات في المنافقين، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. عرفنا مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر حال المؤمنين، ناسب أن يذكر حال فئة من المنافقين للتحذير من أفعالهم. قوله ألم ترى استفهام، أليس كذلك؟ ما نوع الاستفهام؟ استفهام تعجب، تعجب من حال هؤلاء المنافقين الذين يتخذون اليهود، النصارى، أعداء الإسلام، غير المسلمين أولياء من الولاية والنصرة، من الولاية والنصرة والنصح لهم، وينقلون إليهم أسرار المؤمنين، وهذا من الخيانة والعياذ بالله لله ورسوله والمؤمنين. الخطاب في ألم ترى لمن؟ قولان للمفسرين، القول الأول أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ألم ترى يا محمد هؤلاء، أو إلى هؤلاء وحالهم من المنافقين. والقول الثاني أن الخطاب عام لكل من يسمع ويعقل، ألم ترى أيها المخاطب، أيها المسلم، أيها العاقل، أيها الإنسان، إلى هؤلاء الذين والوا أعداء الله للتنفير من حالهم. ولهذا عد الرؤية بإلى، ألم ترى إلى. ما فائدة التعدية بإلى هنا؟ لكونها بمعنى النظر، ألم تنظر يا محمد، ألم تنظر أيها المخاطب إلى حال هؤلاء المنافقين، ما حالهم؟ تولوا من الموالاة، وهي المحبة والمودة والنصرة،
أو من التولي بمعنى الولاء لا بمعنى الإعراض، أي اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولهذا كثرت الآيات في الولاء والبراء، لا تجد قوما، كما هي آخر آية من هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بالضابط الذي ذكرناه. أما مجرد التعامل مع البغض لهم القلبي ومن باب أن هذا دينهم وارتضوه، فللمسلم دينه وللمخالف دينه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يطهر قلبه من أن يكون فيه حب لأعداء الله ورسوله، ولو تعامل معهم، ولو اضطر إلى أنه يبيع أو يشتري، أو حتى اليوم في العلاقات الدولية، وهذه تشكل على كثير من طلاب العلم وتشكل على كثير من الناس. وبعض الشباب المندفع يرى أنه مجرد التعامل مع غير المسلم أنه ضد عقيدة الولاء والبراء، هذا ليس بصحيح. إذن لما زارهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولما تعامل معهم؟ لكن سورة الكافرون فيصل في هذا، لكم دينكم ولي دين، بل إن من السياسة الشرعية والدعوة إلى الله ومقاصد أهداف هدايات غير المسلمين أن نتعامل معهم لندعوهم إلى الله ولنبين لهم هدايات الإسلام وسماحته ويسره، وأن نجتهد في دعوتهم. فهي فرصة لمن يتعامل معهم أن يدعوهم. ولهذا كم نسمع لله الحمد والمنة من كثير من غير المسلمين في بلاد المسلمين ممن تأثروا بأخلاق المسلمين أشهروا إسلامهم، وهذا من المقاصد العظيمة. فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، هذا ما يتعلق ب ألم ترى إلى الذين تولوا من الموالاة، من هم المتولون ومن هم المتولون وما كيفية الولاء؟ هذه أركان ثلاثة مهمة في هذا الجانب. ويؤخذ منه أيضا أن البراء من المؤمنين أمر منكر لا يجوز. شفت كيف الربط؟ الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من غير المؤمنين. هناك من المؤمنين أو من المسلمين من لا يوالي المؤمنين، بل يعادي إخوانه المسلمين ويمكر بهم ويسعى إلى الإضرار بهم، أي ولاء هذا بين المؤمنين؟ والأخطر منه أنه قد يوالي غير المسلمين على إخوانه فيضارهم ويخونهم ويستعديهم، بل يستعدي غيرهم عليهم. وهذا مع الأسف ظاهر في علاقات بعض المسلمين مع بعض لا يتجسد فيها الولاء. وقد قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالمؤمن ولي لنا وإن اختلفنا في مذهب أو في رأي أو في مسألة اجتهادية، تظل الأخوة وتظل الموالاة للمؤمن. هذه مسائل في دنيا الواقع يخطئ فيها كثير من الناس، ف
فليتنبه لهذا، لأن هذه مسائل دقيقة ينبغي للمسلم أن يتنبه لها. من والوا هؤلاء المنافقون؟ ها، والوا أعداء الله. وفي الآية هنا المراد بهم اليهود، لأنه قال تولوا قوما غضب الله عليهم، وقد قال الله عن اليهود من لعنه الله، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهؤلاء هم اليهود، اتخذوهم أولياء أصدقاء، كما أنبأ الله عز وجل عنهم بقوله من لعنه الله وغضب عليه. ينقلون أي المنافقون إلى اليهود أسرار المؤمنين، هذه مصيبة من المصائب، أن يندس من بين المسلمين من ينقل أسرار المسلمين لغير المسلمين، وهذا الكذب وهذه الخيانة وهذا النقل وهذا التجسس على المسلمين لنقل أخبارهم إلى غير المسلمين أمر خطير وعظيم، ولهذا حذر الله من هذا الصنيع وجعله من سمات المنافقين، فالمنافقون يسعون إلى الإضرار بالمسلمين. وإنك لمتأمل في أحداث المسلمين اليوم بشكل خطير، وجود هؤلاء المنافقين في قضايا المسلمين العامة، مثلا كقضية المسجد الأقصى وقضية القدس وفلسطين وبعض قضايا المسلمين، يدخل فيها من يريد الإضرار بها أو من يتاجر بها، وهذا أمر خطير. هذه القضايا ينبغي أن يخلص النظر فيها بين مسلم يرى أنها مقدسات دينية وأنها مرتبطة بتاريخ المسلمين وعقيدتهم وشريعتهم، وبين منافقين يظهرون ذلك لكنهم يبطنون غيره، وبين أعداء كما يفعل اليهود في فلسطين اليوم. فليكن المسلم على حذر من هذه المسالك، لكنه لا يحمله ذلك على العاطفة أو أنه يتصرف دون أن يرجع إلى أولي الأمر أو إلى العلماء، لأنهم هم الذين يوجهون للطريقة الشرعية في التعامل مع هذه الأحداث. ولهذا صفة الغضب، من غضب الله عليه، هل الله يغضب؟ نعم، إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نمثل ولا نشبه ولا نكيف، بل نقول إنه يغضب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وأهل السنة والجماعة يخالفون المعتزلة في تعطيل هذه الصفات ونفيها، كما يخالفون الأشاعرة في تأويلها. فإذن ثلاثة مذاهب في صفة الغضب وإثباتها لله عز وجل: مذهب أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح رحمهم الله في إثبات الصفات، الثاني التعطيل وهو مذهب المعتزلة، الثالث التأويل وهو مذهب الأشاعرة، والصحيح أننا نثبت صفة الغضب على ما يليق بجلال الله وعظمته دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
ثم قال سبحانه: ما هم منكم ولا منهم. هؤلاء المنافقون ليسوا بمسلمين فتعاملونهم معاملة المسلمين، وليسوا من الأعداء فتحذرونهم. ولهذا كانوا والعياذ بالله المنافقون من حرصهم على الإضرار بالمسلمين يصلون معهم لينظروا ما يدور في المسجد لينقلوه إلى أعداء الإسلام. وتلك مصيبة ينبغي أن يحذرها المسلم. المسلم دائما يحب إخوانه المؤمنين، ولو أن بينه وبينهم خلاف أو عداء لأجل مادي أو إشكال في أمور دنيا، لكنه لا يسعى إلى الإضرار بهم. أما المنافقون فهم ليسوا من المؤمنين وليسوا من اليهود الذين ظهرت حالهم، بل والكفار بعامة الذين ظهرت مواقفهم ضد المسلمين، لأن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهو ليس مسلما حقا وليس كافرا حقا. ولهذا كانوا أخطر من الكفار الظاهر كفرهم، لأنك ساعة ما تعلم أن هذا كافر عدو فتتقيه، أما الذي يمشي معك ويصلي معك ويجالسك وهو يكمن ويكن لك العداوة، لا شك أن تلك يعني تلك مزية قبيحة وخصلة ذميمة لا ينبغي أن يتصف بها المسلمون. ما هم منكم أيها المؤمنون على الحقيقة، ولا هم منهم، لا من اليهود حتى تحذروهم، فهم وإن كانوا كفارا في الواقع لكنهم ليسوا من اليهود حالا لعدم اعتقادهم ما يعتقدونه. والمنافقون كانوا في الدرك الأسفل من النار. ما هم منكم ولا منهم، وهذه الجملة مستأنفة معترضة لمزيد إيضاح لهم وبيان صفاتهم. ثم ذكر سبحانه من صفاتهم: ويحلفون على الكذب. لم يكتفوا فقط بالعداوة، وإنما يحلفون أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون وهم ليسوا كذلك. فهم جمعوا بين سوءتين: النفاق والكذب والعياذ بالله. ويحلفون على الكذب، جملة ويحلفون على الكذب معطوفة على قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. نترك الجملة المستأنفة ونعطف عليها ما بعدها: تولوا قوما غضب الله عليهم ويحلفون على الكذب. أيضا تولوا ويحلفون على أنهم لم يتولوهم وليسوا منهم، وأنهم من المسلمين وهم ليسوا منهم بل هم من أعدائهم. ويحلفون على الكذب جاء بصيغة المضارع، ولا زال السياق في سياق التعجب من حالهم. أيضا ألم ترى تعجب، إلى الذين تولوا تعجب من حالهم في الموالاة، ويحلفون على الكذب تعجب من حالهم في الحلف على ما هم عليه وهم يكذبون. ولهذا صيغتهم جاء بصيغة المضارع لأنها مستمرة، هذا ديدنهم. ويحلفون يتجدد يتكرر حسب ما تقتضيه أهواؤهم ومصالحهم، ومع هذا يحلفون على الكذب ويقولون: والله إننا لمسلمون. فالكذب المحلوف عليه هو ادعاؤهم الإسلام، أو يحلفون أنهم ما نقلوا أخبار إلى غير المسلمين إلى اليهود.
قال تعالى وهم يعلمون، جملة حالية، جملة حالية، يعني حال كونهم يعلمون أنهم يكذبون في محل النصب على الحال من فاعل ويحلفون، مفيدة لكمال شناعة ما فعلوا، فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب ومع هذا يحلفون أنه ليس بكذب هذا في غاية القبح، مثل اللي يكذب، يعني الذي يكذب في أي أمر من الأمور يقول والله ما فعلت كذا وقد فعل، هذا جمع بين جريمتين، بين جريمة الكذب وبين جريمة الحلف على الكذب، فهذا أمر شنيع، وقوله يحلفون لكمال شناعة ما فعلوا، فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح، ليتهم اعترفوا بأنهم نقلوا الأسرار أو أفادوا بكذا ولكنهم حلفوا على أنهم لم يفعلوا وقد فعلوا، والحال أنهم يعلمون بطلان ما حلفوا عليه وأنه كذب لا حقيقة له، أي يوالونهم ويحلفون لكم على أنهم مسلمون معكم، والحال أنهم يعلمون أن المحلوف عليه كذب كمن يحلف باليمين الغموس. اليمين الغموس أن يحلف الإنسان على الشيء وهو يعلم أنه كذب، وهذا أشنع الكذب وهو أشنع أنواع اليمين، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، الحلف على فعل أو ترك أمر ماض كاذبا متعمدا، هذا هو اليمين الغموس، قيل لأنه يغمس صاحبه في الإثم، وقيل لأنه يغمس صاحبه في النار، ويجوز الجمع بينهما، فهو يغمس صاحبه في الإثم ليغمس في النار والعياذ بالله، ومع ذلك لم يجعل الله حال هؤلاء المنافقين لم يجعل حلفهم غموسا، لماذا؟ لأن الغموس حلف على الماضي، الغموس حلف على الماضي، يحلف أنه ما فعل كذا وقد فعل، أما هؤلاء المنافقون فلم يجعل حلفهم غموسا لأن الغموس حلف على الماضي، وهؤلاء حلفهم على الحال ويتجدد ويتكرر، ومع هذا فإنهم ينالون العقاب الشنيع في الدرك الأسفل من النار، بل أشد من اليمين الغموس. ألم تنظر يا محمد أو أيها المخاطب إلى حال هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا أعداء الإسلام يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين، إن حالهم لتستدعي العجب، يقابلون كل قوم بوجه، فهم مع اليهود نصحاء أمناء، يبلغونهم ما يعرفونهم من دواخل المؤمنين اكتسابا لصداقتهم ومودتهم، ومع المؤمنون يظهرون الإيمان والإخلاص، وهؤلاء هم أصحاب الوجهين، ولهذا جاء النهي عن صاحب الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وتلك خصلة ذميمة في الإنسان، فينبغي للإنسان أن يكون حاله الظاهر كحاله الباطن، ولا يجوز له أن يظهر المحبة لشخص وهو يعاديه حتى لو كان من المسلمين، وهذه الخيانة وهي ضد الأمانة، وهذا التخاذل وخذلان المسلم والكيد له والمكر به وحسده والحقد عليه، يريده في نعمة فيريد أن يسلبه هذه النعمة، فينقل
أخباره إلى أعدائه ليوقعوا به حسدهم والعياذ بالله. ومع هذا قد يقع في هذا بعض المسلمين، وهي خصلة ذميمة. وهنا جاء الخطاب لكل من يسمع هذا الخطاب أو للرسول صلى الله عليه وسلم للتحذير من هذه الخصلة الذميمة. ولهذا كان النفاق من أخطر الصفات التي يجب أن يحذرها المسلم، والنفاق الموجب للنار هو النفاق الاعتقادي، أما النفاق العملي فيقع فيه بعض المسلمين فيكون من باب الإثم، وهذا إلى الله عز وجل، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه في النار على قدر ما عنده من صفات منكرة ثم يخرج منها ولا يخلد فيها. ولهذا لا يجوز رمي المسلم بالنفاق، لا يجوز رمي المسلم الذي ظاهره الإسلام، لا يجوز لك أن تتهمه بالنفاق. ولهذا سهل اليوم إطلاق النفاق على كثير من المسلمين، من كثير من المسلمين، وإن اختلفوا أو حتى أحيانا من يظهر الحق، مثلا كالدعاء لولي الأمر، وهو منهج السلف الصالح رحمهم الله، فيوصف من يدعو بالنفاق. هذا أمر خطير عظيم، لا يجوز للمسلم أن يرمي أحدا بالنفاق وهو على الحق والخير، بل لا يجوز له أن يرميه ولو كان فيه صفة من صفات المنافقين بعينه، وإنما يقول هذه صفة من صفات المنافقين ويحذره. فاليوم الناس تساهلوا في إطلاق النفاق وعدم ضبط اللسان في الحكم على الناس بسبب الأهواء والجماعات والفرق والأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. بعض الناس من لست من حزبه فأنت عدو له، وهذا من الاختلال في هذا الباب العظيم. المنافقون ما هم منكم ولا منهم، لا هم من المؤمنين حقا، وإنما مؤمنون بطرف اللسان، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. نعم، ولكنهم يريدون أن ينتفعوا. نعم، عندهم مصالح مادة، عرض دنيوي، انقل لي أسرار فلان وأعطيك كذا من المال وأضمن لك كذا من تحقيق مرغوب أو إبعاد مرهوب، ويبقى كل منهم على مودته لصاحبه، فهم مذبذبون. ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث يميل. قال الله عز وجل عن المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الأعداء من اليهود والنصارى والكفار وغيرهم. ولهذا جاء في الحديث مثل المنافق مثل الشاة العاثرة بين غنمين، أي مترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع، لا تدري أيهما تتبع أو تتبع. ثم ذكر أنهم يؤكدون إيمانهم وإخلاصهم بالأيمان الكاذبة، فهم يجمعون جريمتين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا كما في سورة البقرة قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ولهذا في سورة البقرة
الآيات الأولى أكثر من 10 آيات كلها في ذم المنافقين لأنهم أخطر، ثم جاءت آية في الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم، ثم جاء الحديث عن المؤمنين وذلك لخطر المنافقين. إذا جاءك المنافقون نزلت فيهم سورة كاملة تتلى في ذمهم إلى يوم القيامة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا خلوا بغيرهم بأعداء الإسلام قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا نشهد إنك لرسول الله فيما يقولون لأنهم لا يعتقدون صدقة، ولو كانوا يعتقدون لصدقة لآمنوا به ظاهرا وباطنا ولم يوالوا أعداء الإسلام على المسلمين. من هداية هذه الآية ذم المنافقين، ذم النفاق والمنافقين، التحذير من موالاة أعداء الإسلام بما ذكره أهل العلم من الضوابط المعروفة في هذا المجال وهذا الباب. ولهذا حتى في التعامل مع الوالدين وهم ليسوا مسلمين أو مسلمين وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولو كانوا غير مسلمين ولو كان مجرد التعامل من الولاء لنهي حتى برهم، بل جاء البر بغير المسلمين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولهذا الأعداء يختلفون، ليسوا في درجة واحدة، منهم المحارب المقاتل للمسلمين ومنهم المسالم، فالمسالم له حكم والمحارب له حكم. ولهذا هذه مسائل دقيقة لا تؤخذ إلا من أهل العلم، لا تؤخذ من التراشق في مواقع التواصل والكلام على العلماء والشائعات المغرضة ضد رموز السلف وأهل السنة والجماعة والمؤمنين حقا. ولهذا لما ساء هؤلاء هذا النهج الصحيح لم يجدوا حيلة إلا بث الشائعات المغرضة والملفقة ضد أهل السنة والجماعة وضد منهج السلف الصالح. ذكر الله مآلهم أعد الله لهم، أي أرصد لهم لهؤلاء المنافقين عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وليس أليما بل شديدا، يعني زيادة في النكاية بهم، وهو نوع صفة في العذاب لهم، وهو وصفه بالشدة. لماذا؟ إنهم ساء وقبح ما كانوا يعملون، أي ساء ما يقومون به من ما ذكرناه. وهذا أيضا على سبيل الاستمرار، قال ساء ما كانوا على سبيل الزمن الماضي، وأيضا كل ما يعملونه في الزمن الحاضر. ثم ذكر من صفاتهم أنهم اتخذوا أيمانهم الفاجرة والحلف يتخذونها مطية للتلبيس على المسلمين، جنة. الجنة هي الترس الذي يجن صاحبه أو صاحبه من السلاح، أي يقيه من السلاح، جنة. ولهذا في الحديث الصيام جنة،
لأنه يقي صاحبه من العذاب أو من المحرمات جعلوها وقاية وسترة يستترون بها من المؤمنين ومن قتلهم ونهب أموالهم. اتخذوا أيمانهم، هذه قراءة الجمهور، أيمانهم بفتح الهمزة جمع يمين، أيمان جمع يمين. والقراءة الثانية قرأ بها الحسن وأبو العالية اتخذوا إيمانهم بكسر الهمزة، أي جعلوا تصديقهم الظاهر جنة من القتل. ولهذا لما أشار عمر والصحابة رضي الله عنهم أن يقتل المنافقون كعبد الله بن أبي بن سلول، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نقتلهم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يؤخذون بالظاهر والله يتولى السرائر، توكل سرائرهم إلى الله، ولهذا فضحهم الله جل وعلا. القراءة الثانية إيمانهم جمع إيمان، آمنت ألسنتهم خوفا من القتل، ولم تؤمن قلوبهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وفي الآية الثانية ولم تؤمن قلوبهم. فالاتخاذ عبارة عن إعدادهم لأيمانهم الكاذبة أو لإيمانهم الظاهر خوفا من القتل من المؤاخذة بوقوع الجناية والخيانة. اتخذوها فصدوا عن سبيل الله، جاءت الفاء هنا للإعراب عن اتخاذهم الجنة للحكمة والعلة ليصدوا عن سبيل الله، أن يمنعوا الناس ويصرفوهم عن سبيل الله وهو دينه من خلال أمنهم بسبب ما يصدر عنهم من التثبيط وتهوين أمر المسلمين وإضعاف شوكة عدوهم عندهم. فلهذا استحقوا العذاب المهين، فلهم أي لهؤلاء المنافقين بسبب كفرهم الباطن وصدهم عن سبيل الله عذاب مهين، أي يهينهم ويخزيهم بين أهل المحشر. ووعيد، وهذا وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم، قال أعد الله لهم عذابا شديدا في الأول، والثاني فلهم عذاب مهين، يعني حصل الألم وحصلت الشدة وحصلت الإهانة، وهذا غاية النكاية بهم، لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وتستروا بالأيمان الكاذبة، فخدعوا كثيرا من المؤمنين يحسبون أنهم صادقون وهم ليسوا كذلك. فلهم عذاب مهين، أي عذاب يلحقهم به الذل في النار والإهانة جزاء ما امتهنوا اسم الله بالحلف وهم يكذبون، فنالوا العذاب المهين. إذن من هداية الآيات حرمة موالاة أعداء الإسلام، بمعنى معاونتهم ومظاهرتهم ومناصرتهم على المسلمين، حرمة أيضا الحلف على الكذب، التحذير من اليمين الغموس، والتحذير من الحلف الكاذب، التحذير من النفاق. ومن صفات المنافقين إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم، ما أعد الله للمنافقين من العذاب المهين والشديد، عافانا الله وإياكم
من حالهم إنه جواد كريم. الحديث ساق المصنف رحمه الله تعالى في باب استقبال القبلة حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. أحسنت. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره الحافظ المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام في باب استقبال القبلة. انتهينا من مواقيت الصلاة والأذان، وجينا الآن بنصلي. اللي يجي بيصلي هناك شروط. الشرط الأول مثلا استقبال القبلة أو الطهارة مثلا، ثم استقبال القبلة. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، باب استقبال القبلة، وذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، يعني يصلي، على ظهر راحلته حيث كانت وجهته يؤمئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. الحديث عند البخاري في الصحيح. أبواب تقصير الصلاة: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، وأخرجه مسلم في الصحيح كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، واللفظ الذي أورده المصنف هنا للبخاري رحمه الله. قول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله، كان دائما إذا جاءت فهي إخبار عن دوام الفعل. كان صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته، إخبار عن دوام فعله. ولهذا يؤخذ من الحديث استحباب أداء السنن للراكب. وأنت راكب في السيارة يجوز أن تصلي السنن، الرواتب وغير الرواتب، بل وحتى الوتر. شو اللي يمنع يا أخي إنك إذا وصلتك الزحمة الله أكبر تصلي لك ركعتين في السيارة؟ يمكن تنفك الزحمة ببركة الصلاة. إذن هذه من السنن التي تكاد تكون أحيانا مهجورة. فالصلاة في الراحلة غير صلاة الفريضة، فإنها لا تصلى في الراحلة. ودليلها حديث هذا الباب الذي معنا، حديث ابن عمر كان يسبح يعني يصلي على ظهر راحلته. لماذا قال يسبح ولم يقل يصلي؟ حقيقة التسبيح، التسبيح يطلق على صلاة النافلة، التسبيح يطلق على صلاة النافلة، لأنه لو قال كان يصلي لظن أنها الفريضة، فجاء التسبيح. ولهذا جاءت السنة بسبحة الضحى، تسمى سبحة الضحى. لماذا؟ لأن التسبيح جزء من الصلاة. أنت تقول سبحان الله أول ما تكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، دعاء الاستفتاح. الركوع سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي الأعلى، وكم في الآيات التي تقرأها من التسبيح. فالتسبيح أصبح جزءا من الصلاة لكنه أكثرها، فجاء التعبير بالجزء عوضا عن الكل، فيجوز أن يسمى الكل باسم الجزء. ومنه قوله تعالى وسبح بحمد ربك،
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني صلي صلاة الفجر، وقبل الغروب صلي صلاة العصر. وهذا واضح في أن التسبيح يراد به الصلاة. قال كان يسبح على راحلته، الراحلة الناقة النجيبة الكاملة الخلق الحسنة الخلق، يعني الهينة اللينة المدربة على الركوب والسير، ومثالها في الإبل قليل. ولهذا جاء في الحديث إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، من 100 ناقة واحدة، ومن 100 رجل من المسلمين رجل واحد. وهذا يعطي أن المسلم ينبغي أن يدرب نفسه دائما على أن يكون قائدا أو إماما أو مبادرا شغوفا ملهما حريصا على المسابقة إلى الخير، لا أن يكون في ذيل القافلة. قال حيث كان وجهه، يعني حيثما توجه وجهه في السفر يومئ برأسه عند الركوع وعند السجود. والإيماء الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين، وإنما يراد هنا الرأس. المكتوبة نعت للصلاة وحذفت لدلالته عليها، ونعتها بالمكتوبة دون المفروضة اتباعا للفظ القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني مكتوبة مفروضة. هذا معنى قوله عليه، معنى قوله كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، يعني اللي يصلي في السيارة وعلى الناقة يصلي على حسب حاله، أو في الطيارة، كثير في الطيارة يأتي أحيانا، بل إن الطائرة يجوز أن تصلي الفريضة فيها إذا خشيت خروج الوقت، مثل تبي تسافر قبل صلاة الفجر ولن تواصل إلا 8، إذا جاء وقت الصلاة تصلي في الطيارة، إن وجد مصلى فالحمد لله تصلي، وإن لم يوجد فإنك تصلي وأنت في مكانك، تقف ثم تقوم بأفعال الصلاة وأركانها على حسب الحال وحسب الاستطاعة، وإن لم تستطع قائما فصلي قاعدا، وإن لم تستطع قاعدا فعلى جنب. وهذا من يسر الشريعة. في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، والصحابة من فقههم وحرصهم كانوا يلاحظون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويهتدوا بهديه، لا سيما في العبادات، فينظرون ماذا كان يفعل في السفر، كان يصلي النافلة، وعلى رأس هذه العبادات الصلاة، ويحرصون على أنواعها وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ما مناسبة إراد هذا الحديث في استقبال القبلة؟ أنه لا يشترط في صلاة النافلة استقبال القبلة، لا يشترط في صلاة النافلة استقبال القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا وجوب استقبال القبلة في الفريضة. نعم، فصلاة النوافل والوتر لا سيما في السفر على الراحلة من غير أن يستقبل القبلة سنة،
وإنما يستقبل الجهة التي يسير إليها، لأنه يشق عليه أن يستقبل القبلة. وجاء الدين بالتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا جاء الركوع أو ما برأسه خفضا ثم يرفع رأسه من الركوع، وإذا جاء السجود خفض لكنه خفض أشد من خفض الركوع، يعني أقوى، ينزل رأسه أكثر، لكنه لا يصلي على الراحلة الفريضة. ثم أخبر سالم بن عبد الله وهو راوي الحديث عن أبيه أن والده رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمر كان يتنفل على الراحلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر من أشد الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. مسائل سريعة: ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ نقول الصلاة إما أن تكون فريضة فيشترط لها استقبال القبلة، فهو شرط لصحة الصلاة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. عدم استقبال القبلة عدمت الصلاة. نعم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. القبلة موجودة، ما يلزم كل ما شفناها أن نصلي، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا عدم لذاته أي لا لغيره. فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، ويوجد المشروط ولا يوجد الشرط، بمعنى أنك تستقبل القبلة وأنت مثلا لا تصلي، لكنه لا يجوز لك أن تستقبل القبلة في الصلاة الفريضة، لا يجوز لك أن تصلي صلاة الفريضة إلا وأنت مستقبل القبلة. قال الله عز وجل: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، متفق عليه. والدليل الثالث: الإجماع انعقد على أن الصلاة المفروضة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة إلا عند الضرورة وشدة الخوف وخشية فوات الوقت. أما حديث الباب لا يصلي عليها المكتوبة، وقال: إلا الفرائض، فاستثناء الفريضة يدل على أنها خلاف النافلة، والأصل أن المكتوبة والنافلة تشتركان، إلا ما دل عليه الدليل بتخصيص النافلة كهذا الحديث، فهو مخصص للآية: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. المسألة الثانية: جواز التنفل على الراحلة. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر فيه دليل على جواز التنفل على الراحلة. ما الحكمة؟ الحكمة التيسير، حيث تتوجه الراحلة والراكب حيث كان وجهه، والحكمة كما قلنا التيسير وعدم التعسير، تسهيلا على المكلف، ولكونه قد يحتاج إلى الفريضة بشكل أكثر، للنافلة بشكل أكثر، فيشق عليه النزول، ولهذا لا يشترط فيها استقبال القبلة. حكم صلاة الوتر، ما حكم صلاة الوتر؟ قولان لأهل العلم: الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة. الحنفية عندهم الصلوات المفروضة ست وليست خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والوتر، بينما الجمهور أهل العلم على أنها خمس، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة،
وأن صلاة الوتر سنة مؤكدة، ما الدليل؟ قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولم يذكر صلاة الوتر. لو كانت واجبة لكانت من الفرائض المأمور بها ستا لا خمسا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فالرجل الذي جاء إليه وقال: أوصني، قال الرجل: ليس علي غيرها. قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ومنها حديث الباب: كان يوتر على بعيره، فجواز الوتر والسنن الرواتب على الراحلة. ولو كانت صلاة الوتر واجبة لما شرعت على النافلة، بل لنزل وصلاها. وحديث ابن عمر واضح، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، أو في الحديث الرواية الأخرى: إلا الفرائض. والإجماع منعقد على عدم جواز المكتوبة على الدابة إلا في حال الاضطرار أو فوات الوقت، كما في الطيارة. من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على الانتفاع من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من أفعاله، والاستنان بسنته والاقتداء به. 2، المحافظة على الصلاة. ينبغي للمسلم أن يعمر أوقاته في العبادة، في الحضر، في السفر، المحافظة على صلاة التطوع، المحافظة على العمل الصالح ولو على الراحلة. قوله: كان ابن عمر يفعله، فيه تنبيه على أن رواية الراوي للحديث مع عمله به، ابن عمر رواه وعمل به، وهذا أقوى في الدلالة والتمسك به في الرواية، لأنه رواه وعمل به، فهو أقوى في الدلالة، لأنه لو رواه ولم يعمل به قد يكون مخصوصا، وقد يكون منسوخا، وقد يكون معللا أو نحو ذلك. الحديث الذي معنا حديث عام ولا خاص؟ حديث خاص، لأنه في صلاة النافلة، واستقبال القبلة شرط في صلاة الفريضة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فخصص هذا العموم بحديث الباب، وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، وهو دليل على تخصيص القرآن بالسنة. ما حكم تخصيص القرآن بالسنة؟ جائز. ما دليله؟ حديث ابن عمر مخصص لقوله تعالى، لعموم قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هل يجوز تخصيص القول بالفعل عند الأصوليين؟ نعم يجوز، دليله فعل ابن عمر رضي الله عنهما، قال سالم: وكان ابن عمر يفعله. وفيه دليلة على الاستدلال بالإيماء والإشارة، وأنها تقوم مقام القول والفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يومئ، يشير في الركوع وفي السجود، لكن ذكر الفقهاء أن الإيماء يكون في السجود أخفض منه في الركوع، ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبت هذا أو ينفيه، وإنما فيه ما يدل على نفي حقيقة الركوع والسجود. لكن روى الترمذي وأبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال جابر: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، وإن سجوده لأخفض من ركوعه. وهذا واضح، دل الحديث على جواز النافلة على الراحلة للراكب. طيب ما حكم النافلة للماشي؟ يجوز. ليش؟ يجوز تمشي. احنا اكثر الذين يتمرنون يمشون، يمشي كيلوين ثلاثة، يركع ركعتين، تقبل الله، لا بأس. نعم، فيه حفظكم الله جواز التنفل للراكب، وأما الماشي فمسكوت عنه، والمسكوت عفو، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وقد ذهب إلى جوازه جماعة من أهل العلم، وبعضهم منعه، والذي يظهر جوازه قياسا على الراكب. لماذا؟ العلة التيسير، التسهيل على المكلف والمتطوع. من المسائل وهي الأخيرة، ذهب الجمهور إلى أن التنفل راكبا مقيد بحال السفر، وذهب بعض الفقهاء إلى جوازه في الحضر. الذين قالوا بأنه لا بد في السفر استقرأوا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا أنه يفعله على الراحلة أثناء سفره، وذهب بعض الفقهاء إلى جوازه في الحضر لأن شأن النافلة أوسع، وكما قلنا العلة التيسير، وأحيانا في الحضر ما يكون أشد من السفر. الحضر في الرياض تمشي لك ساعتين مثلا وأنت في الحضر، فلا بأس إن شاء الله للمتطوع في حال السفر وفي حال الحضر أن يتطوع على الراحلة، ويكون جالسا من غير علة، ولو أنه يستطيع القيام فيجوز له أيضا أن يصلي راكبا في الحضر. هذا ما اشتمل عليه فقه الحديث هذا. وإننا لنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما أفاء على بلادنا، هذه بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، من وجود الحرمين الشريفين وما أفاء الله عليها من العقيدة الإسلامية الصحيحة والتوحيد والوحدة والأمن والاستقرار، لأن أمنها أمن جميع المسلمين. فالذين يأتون للحرم من سائر بلاد المسلمين أمن هذه البلاد أمن لهم، فلهذا الحرص على أمنها واستقرارها نعمة من نعم الله جل وعلا على بلادنا. وقد أنعم الله عليها بالتوحيد والإيمان وخدمة الحرمين الشريفين، وهي اليوم تمر ب94 عاما من هذا العمر المبارك ببركة التوحيد وببركة الوحدة وخدمة الحرمين وخدمة قاصديهما. فلولاة أمرنا بيعة في أعناقنا، ومن ليس في عنقه بيعة فمات ميتة جاهلية. ويجب علينا السمع والطاعة لولاة أمرنا بالمعروف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كما يجب علينا الحرص على الاجتماع. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ووحدة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحذر من دواعي الفرقة والاختلاف، فلا أحزاب ولا جماعات ولا أهواء، وإنما جماعة واحدة وصراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن نعرف حق هذا الوطن يعرفه كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما غادر مكة إلى المدينة أعرب عن حب وطنه وهي مكة، وقال والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الإخراج من الديار بإزاء القتل. ولهذا جاء في حكم الزاني، الزاني في حكم الزاني غير المحصن تغريب عام للنكاية به عن حبه لوطنه. ووطننا مكة والمدينة، وهذه البلاد وطن جميع المسلمين. لا يبغض هذه البلاد إلا جاحد، ولا يبغضها إلا مغرض وحاسد على ما فيها من النعم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فلا يجوز للمسلم أن يحسد هذه البلاد وأهلها على ما ينعمون به من الخير. وكما قلنا نعمة الخير فيها نعمة للأمة الإسلامية عامة. أحد من الناس لا يريد أمن مكة ولا أمن المدينة؟ أي إيمان عند من لا يريد أمنها؟ ولهذا فإننا نتوجه بالدعاء لولاة أمرنا أن يوفقهم الله وأن يغفر لمؤسس وموحد هذا الكيان وأن يجزيه خير الجزاء، لأنه ما قدم لأهل هذه البلاد فحسب، وإنما قدم للمسلمين، قدم لضيوف الرحمن، قدم للحجاج والمعتمرين والزائرين. وقبله كان الناس في خوف واضطراب وجهل وشدة وفقر، فشاء الله عز وجل بمشيئته النافذة أن يهيئ الله لها هذا الإمام. ولا زلنا نعيش في رحاب الأمن والأمان نتيجة تحكيم الشريعة وصفاء العقيدة وخدمة الحرمين وخدمة قاصديهما. فلنكثر من شكر نعم الله ولنحمد الله عز وجل، ولنحقق المواطنة الحقة، ولنحب أوطاننا، وجميع أوطان المسلمين أوطان لنا. نحب لإخواننا في المشرق وفي المغرب وفي كل مكان، نحب لهم الأمن والاستقرار. وهذا شأن المسلم أنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، كما أنهم يحبون لأهل هذه البلاد ولهذه البلاد أمنها واستقرارها. والشكر موصول للرجال أمننا على ما يبذلون من جهود مباركة في خدمة الأمن، ويجب علينا أن نتعاون معهم في إعزاز أمن هذه البلاد المباركة، وأن يبلغ عن كل من يريد بها سوءا أو شرا أو مكروها أو تدميرا أو تفجيرا أو إرهابا أو غير ذلك من أو مخدرات أو غير ذلك من الأمور المحرمة التي تنافي أمنها واستقرارها. هذا من باب شكر نعمة الله عز وجل علينا. نسأل الله أن يزعنا شكر نعمه، ولا يمكن أن يشغب أحد فيقول إن هذا من الأمور المبتدعة، لأن هذا من قل فقهه ولم يقل العلماء بذلك، وإنما هذه نعمة من نعم الله عز وجل. نحن لا نبتدع فيها بدعة ولا نزيد فيها عبادة، وإنما هي من الأمور المعتادة التي تعود علينا بتذكر نعمة الله عز وجل علينا بنعمة الأمن والاستقرار والتوحيد والوحدة. فهذا هو الضابط
في هذا المجال الذي يخفى على كثير من الناس. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نكثر من الشكر لنعم الله عز وجل، ونعمة أمن هذه البلاد نعمة على العالم بأسره. قال الله تعالى مباركا وهدى للعالمين: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يديم أمنه وأمانه وتوحيده واستقراره على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يحفظ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين المحتلين، إنه قوي عزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.